بشق الأنفس تحاول هبة حمل صندوق ماء إلى منزل عائلتها الذي قصفته قوات الاحتلال الإسرائيلي. دموع ملأت عينيها قلقاً على أشقائها الذين اعتقلهم الاحتلال خلال العدوان الأخير على جنين، وبقي مصيرهم مجهولاً. فاتوا علينا اليهود وخربوا لنا دارنا وأخذوا أخوتي، وأنا صاروا يصيحوا علي، والمخيم مهدوم، أخوتي أخذوهم اليهود. دمار كبير أحدثه الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية. طال البشر والحجر والشجر، البنية التحتية في المخيم دمرت تماماً، والكهرباء والمياه قطعت عن المخيم ليعيش سكانه تغريبة داخل مخيمهم بمعنويات عالية بحسب ما يؤكدون. عشنا الاجتياح الأولاني بال2002، وأصيبت أنا بصاروخ أباتشي في ذلك الوقت، وابني لحكم الصدفة في هذا العام أصيب أيضا بصاروخ درون اللي هي الطائرة اللي بدون طيار. الإسرائيليين لم يجدوا أهدافا إلا مواطنين وبيوت وشوارع كما تري. اللي صار إشي صعب من تقريبا 20 سنة ما صار يعني، وإحنا أنا كنت صغير لما صار بالاجتياح الأول بال2002، فالحمد لله ما عملوش ولا إشي يعني، رغم القصف ورغم كل إشي الحمد لله صامدين وكلاتنا إيد واحدة بالمخيم. رغم كل هيك شو منقول؟ منقول كله بتعوض، يهد وكيم ويحط ويجرف واللي بدهم يعملوا يعملوا، المهم شبابنا بخير الحمد لله رب العالمين، والحمد لله إن طلعنا من الشغلة هي كلها منتصرين. الحمد لله. وشبابنا وأولادنا كلهم بخير والحمد لله، وكل شيء بتعوض والحمد لله رب العالمين. البيوت تدررت وطلعوا صاروا عملوا طلعي حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. شباب ما شاء الله بيوت تتعوض، أما الشباب إن شاء الله الله يحماهم ويحمى شبابنا ويحمى أطفالنا وشيوخنا الحمد لله رب العالمين. نكبة تلو الأخرى حاول الاحتلال الإسرائيلي أن يفرضها على سكان مخيم جنين الذي لا تتجاوز مساحته كيلومترا مربعا واحدا، بإرغامهم على ترك منازلهم تحت تهديد القصف. نزح أكثر من 3000 مواطن من مخيمهم لمدة لا تتجاوز 24 ساعة، لكن سرعان ما عادوا إدراجهم دون قلق يذكر. طلعنا إحنا يعني كيف أقول لك، لا خوف ولا تردي ولا إشي، طلعنا إحنا نحكي دم وخوف يعني، على خلتنا دورنا للشباب اللي ضلت بالمخيم، فتحنا لهم إياهن، اعملوا شو اعملوا اللي بدكم إياه فين اعملوا. إحنا طلعنا لا خوف لا صباح الله ولا إشي منهم، بالأخير لا خايفينهم ولا خايفين من الأكبر منهم. مخيم جنين الذي أقيم عام 1953 يعد ثاني أكبر مخيم في الضفة الغربية، دمره الاحتلال الإسرائيلي في العام 2002 باجتياح واسع، وشهد المخيم الدمار ذاته في هذا العام بحجة القضاء على المقاومة الفلسطينية. دمار إسرائيلي يليه عمار فلسطيني في قلب مخيم جنين. هذا المخيم الذي يؤكد أكثر من 15,000 فلسطيني ممن يسكنون فيه بأنهم يقفون صفاً واحداً خلف المقاومة الفلسطينية رغم الفقدان والحرمان. نهاد حجازي، المملكة، مخيم جنين.